توفيق شيخ قفك لا يوحو لي السلام عليكم وحروين لويدي شيخ وحلي لهذا الديمقراطية يا مامور دين تسلامك كل سنة محاول حية الحمد لله مسألة الديمقراطية هي دولة دين كل سنة وحاك يعني ظروف المسلمين تهدى أي مريان رجال بيت كنا أي كان يصدى صور كلام مرين فكر كان رجال بيت كي يمد وكسر إسنا قيود يحرق الدين وكان يصدوه السمايستين ويددك كحن بين وكعذابين كعذون كسهر تشيدي وكان يصدى إمام الكريع ودي إذا إن لإسكر ريحه بوحا كالألاتي رابطان كددك إيو وحي كان يصدى إيه بادريد أي وتين فكر كان نوع عاسه وحو كقد مكرا أما لغايا با إنو يشو ودن يا ودن مدن عن مسلم كهين أما دينة إسلام كهين ديمان لا تحريفي مروا البنا باي بلضو دي كتبتو على وحا عصب لغو درايو وذا دادا كان يصدها أما ديمان ماشو دا أتشوغانا دادك أي حقو دا كدو الملايين ودبدا نغو جيستين با وحاس سببتي إن دادك أي حميري كريوايان الكاسا وحا كسو بحادي وحانا رابطان كدادك يو ككان يصدى كالدوان تامر كان laga soo gudbo muslimko de rabitaanka muslimka iyo rabitaanka diintiisu isku mid way marka islaamku ma kala laha wax la yiraahdo dawlad rabitaanka dadka iyo diinta dawlad diineed ma kala laha waa markay dadku ay muslim yihiin de way garanayaan muslimnimada iyo waxay ka dhiganta hadaba waxa laga wadaa dimuqraatiyada iyo dawlad diineed ama dawlad madaniya dawlad diiniya marka la isbarbar dhigayo دولد حدود دينات هي إيه حكمة دينات هي إيه حرر هي إيه شرع دينات كل نقميسة هي إيه دولة عن كل نقمينينو ضدكو أي حر يهين وحي يجو دون يان وحي حراليان هي إيه وحي حران تنميان وحي أقول يهين وحي ديد يان عن دين أود كل هين شقنا كل هين قوان كوذية حر كوذية نقم كوذنا أين الحكمين كريم لبضع سيدا أكل دوان تعداد كمسلم كائن تانق نهاي دينته ويوضر ربان وحسيف يعني نقال لا أي هاي تعداد كمسلمين تيه إن بدلنا أقول لا أم باك هيسا إن بدلنا سيقال هذا لو ترجم هيسا درت تعداد كمسلم كي هي دينته هي دولة دينة هي دولة ديمقراطية معها شعوبة المسلمين تلحظ هذا إلي كهر قشرة أما معناها سي أريغاسي وقال ما لكن مسألة ذني هل أرهم مع الربائنا مبرارو والله حريرتا مسألة الديمقراطية ده وانا مسائل هذا سيادو بادن وقت قرنا السعودة وذا دب بادن سيابك على الدوان ودرفاس وكلا شيء ده أي وسب قدين مسألة الديمقراطية ده مرنا وفكر هي منهج أصلا مرنا ومفهوم كي يفهم كدت كوي كهستان وكلا دوين ينتي فكر كأصل كي هي تيان شغلو كسو شيء يا قلبت كو حرقة هي حدود ديمها إن لقوا حروبه تتكون حرية رأيي وياشان وحكستو أي سمين يان حن يسن حلال حرام فكر كسيداسة الديمقراطية دا الرابطان كدتك إيه وحي دتك الربان با لقنا وحي دتك الربان با الصحة وحي دتك الربان با حلالة وحي دتك الربان با توسن وحي دتك قارهان دي دتك بغل بغل من نقون كراني وحن ماجورة تيغا ماشي الله بذني هيئة اللي يرادو بارونتي دات كان متل يا ليرا دا او ديوايس كان قاعدة بقانا شرعي قلنا له قولي هاي دين عالو بدي هاي لو تيريو مكان رابطان كدات كان مركان لانا هاي دات كو بيش او بدي هاي بار رابطان كدات كاي كده كانت قاب كالسيدة أصح وفكر كي مبدئي أصل كها إسلام هان يدين هان يعقيد هان قفك مسلم كي وحو أقبالي كرماه إن لي يراهدو دات كو وحي الربان باصحان وحي كسهر تشيدي خلافانا وقلد ولو دين هالنقضة وآيات دي وحكا دوان دادكو هدير روان سنة دي النبي وحكا دوان هدير روان وحي شارع دو حران تنما يسي إن الله سمي يأي روان دادكو اللبان هايز قول سيدا هدير دهان تاسا صحان وحي دي داخل دان دادكو هدير اللي يراه دو خمريغا هلا فصحو فسيحتان كيدا صحان تاسي وفكر كي أصل كهاي قلبات كاكسوا باللعبة تيوي لكن دولي مسلم كمار كيتميد إيه شعوبة مسلم كمرك هذا يكتو يا حتى قار الرضا إسلامي يا علماء مسلمين مرك هذا يكتاي فهم ك
laga haysta markaad waydiiso kaas ma aha wadaadka waxaad arkaysaa waxa fikirka ka haystaan marka la soo ururiyo saddex qodob baa ugu muhiimsan kow in la tartamo kursiga iyo doorashada loo tartamo oo doorasho xor ay dhacdo oo la tartamo nin walba isa soo sharaxo anna waxaasaan qabanna waxaasaan qaban la yidhaahdo kow qodobka labaad ay ka haystaan waxa weeye kursiga madaxtinimada in la isbedbedelo oo ninba muddo intuu jooga dhaco nin walba maalinkiisa yimaado oo shacabku dhinaca rabitaankeedi waxay ka noqon hadba qofkay rabaan ay doortaan haddaba qofkay rabaan ay u codeeyaan ama shaksi ha noqdo u codeeyaan ama xisbi ha u codeeyaan qodobka saddexaad ay dadku ka fahamsan yihiin waxaa la yidhahda xoriyatu ra'yiga wey inay dadku hadli karaan lidaalika markay saxaafadda iyo waxbaa la hadlay iyo diin baa laga hadlay iyo siyaasad baa laga hadlay iyo dad baa la xiray iyo waxbaa la diiday iyo xeer baa la dejiyey la yidhahdo meeshan dimuqraadiyad kama jirto ku dhihi wuxuu ka wadaa xoriyatu ra'yi kama jirto mar wuxuu ku leeyahay meesha niman baa iska haysto isku dhaldhalo ku dhimo cimrigaa ku dhammaysay weyo meesha dimuqraadiyadi kama jirto muxuu ka wadaa isbeddel xukun oo la kala qaada ma jiraan meesha nin baa soo magacaaba dadka oo cidun baa magacaabate dimuqraadiyad ma jirto meesha doorasho ma jirto marka waxaa muhima masaladan waxaan saa u leeyahay axkaamta sharciga dadka marka la siinayo ma macnihii asalkaa lagu siiyaa mise mafhuumka dadku waxay fahansan yihiin ay haystaan ay ka rumaysan yihiin baa lagu siiyaa tadna ma asaxan aqalla shay waxay noqotaa shubha diidaysa dadku waxaynan fahansanayn bay qabaan in la yidhaahdo taa waxay dhalaysaa muslimiintu labaad ka arkaysaa labadaba dimuqraadiyad baan rabnaa oo laga wada doorashooyin baan rabnaa la tartamo dimuqraadiyad baan rabnaa oo waxaan rabnaa dowlad lala xisaabtamo iyo kursigan oo la isbedbedela dimuqraadiyad baan rabnaa iyo xoriyatu ra'yi baan rabnaa fii nafsi lwaqti waxaad maqlaysaa iyagooda diintii lagu dhaqmaan rabnaa dee wixii hore wuxuu ahaa dimuqraadiyaddii fikirkii asal ahayn diin buuba diidanaa laakiin qofkan muslimkee diin baan ku dhaqmaynaa dimuqraadiyad baan rabnaana leh macnihii asalka ahaa ee reer galbeedkii iyo dadkooda shucuubtooda kusoo aasaasatay intooda badan mana yaqaana mana garanayo umana jeedo inaad mafhuumka u saxdo war ereyga dimuqraadiyad ha dhihine doorashaan rabnaa iyo wax lamida dhehna wax la gartay wey laakiin xerkaa markuu marayo fiiri soo maaratay dimuqraadiyad baan rabnaa buu yidhi tii buu ula jeedaa xukun baan saaray waa qalad walidaalika markii laleeyahay waxbaa la xukumayaa dadka culimmada ee garanaya loo daayo qofku laba u baahan yahay markaas buu xukumayo inuu dadku curfigooda iyo isticmaalkooda iyo waxay u jeedaan iyo ereygan macnihiisa uu garanayo xukunka sharcigaana yaqaano laakiin dad dimuqraadiyad iyo asalkeed xukunkeeda sharciga yaqaano laakiin isticmaalka iyo mustalaxa dadku waxay u wadaan aan aqoonin baa waxay bilaabay sameeyeen inay yidhaahdaan tii gaalada loo jeedaa mafaahiimta muslimiinta u yaqaana ma kale walidaalika muslimiinta waxaa lahay rag culumo calaama oo dimuqraatiyat lislaam alifay islaamka dimuqraadiyadiisa islaamku wax walba dadku ha xalaaleeyaan kama wado isagaaba ka hadlaye laakiin islaamku doorasho iyo kursi isbedel iyo xiriir raa'in uu leeyahay buu ka hadlayaa taasu waanba dimuqraadiyad u haystaa saa darteed waxaan rabaa inaan kusoo guuraanado fikirka dimuqraadiyadda ee galbeedku kaga soo bilowday fikir islaam iyo muslimiin ay aqbali karaan maaha diinteenna iyo caqiidadeennuna fikir ay xambaari karta maaha laakiin dhinaca kale shucuubta muslimiinta iyo urura badan oo islaamiya iyo rag culimo muslimiinoo wax badan oo wax qoray baa waxay ka hadlayaan aaliyaadka ama doorasho iyo xoriyatu ra'yi waxan bay dimuqraadiyadda u yaqaanaan iyagoona ilaahi halaga baqo diinta halagu dhaqmo ha loo soo hogaansamo masaladu waa khaldanteen maydaan khaldamin kana idinka khaldan maahane masaa'ilka qaarkood halka lala gaarayo waxaan la fahamsanayn mujtamacu waxay ka hadlayaan iyo waxa xukunku sharcigu yahay dadku waxay u jeedaan si laysu waafajin lahaa waxay noqotay xukunka sharciga iyo fatwada marka la lee dafuulo waxyaabahan sa aysu qaadan karin oo kaleeto meelayna ku habooneyn in la dhigo taana dadka daawadayaasha iyo ereyga gaadhayo waxaan rabaa inay ku baraarugaano masalada aqalla shay shubha maanica wey marka diidaysa dadka axkaam khaldan in la saaro